قديشو حاض الله شريرو امين. كوب عند مشغلنا بوليشو نحرينو تفهمي علي. اود ان اتكلم باللغه العربيه كم يفهمني القائمون هنا، ومن ثم توجيه كلمتي هي بالاخص لمن يتكلم اللغه العربيه ولمن يتبع هذه اللغه اذا كان عربيا او اعجميا. قال السيد المسيح: لا تخف ايها القطيع الصغير، ها انا معكم حتى انقضاء الدهر. وقال القرآن الكريم: ولو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك قال: لا إكراه في الدين. إذا كان المسلم يؤمن، إذا كان المسلم يؤمن، لو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة، معناها في هنيك شيء. حتى القتلة إذا بالقوة شاءوا، فهناك الله اللي هو بالأصل خلق الناس والأمم بأديان متعددة. ولو كان هؤلاء المجرمين ومن وراءهم يريدون إكراه الناس والآخرين بالانتماء إلى الإسلام، فأقول لهم: ستكونون وصمة عار في وجه إسلامكم وفي وجه كل من قال، من يدعي الدعوة للإسلام. نحن نعيش مع مسلمين، نحن نعيش مع أصدقاء مسلمين لنا. تأكدوا الغالبية العظمى من المسلمين الأوادم، من المسلمين المتقدمين والحضاريين، يكفرون بأولئك الناس الذين يقتلون المسيحيين. السني يقتل الشيعة، والشيعي يقتل السني في العراق وحتى في باكستان لكي يحصل على مكاسب عدة. لكن عندما يقتل المسيحي لا يقتلون المسيحيين للمكاسب، وإنما يقتلون المسيحيين كونهم مسيحيين فقط. أحبائي وأعزائي، وقد حسبنا كشاة للذبح، هكذا يقول الكتاب المقدس. نحن لسنا غرباء في أوطاننا، وإنما من يقتلنا هو غريب في وطننا. إني أناشدكم وأناشد من ليس حاضرا هنا، وبالأخص أصحاب الضمائر، أن يعطى حكما ذاتيا للمسيحيين جميعا في العراق. أن تصان حقوقهم كاملة، مدنية ودينية واجتماعية وثقافية وحتى سياسية في العراق. ليس هؤلاء الشهداء الله يرحمهم هم فقط الشهداء الذين سقطوا في العراق، مئات مثل هؤلاء الشهداء المسيحيين الذين قتلوا كما رأيتم بهذه التمثيلية المفجعة. تقريبا كلنا أدمعت عيناه، وأنا واحد منهم. إذا تكون التمثيلية بهذا الشكل، فكيف لا تتفرط القلوب بالفاجعة الواقعية. جئنا، وأخي صاحب النيافة مارديوس قورس بنيامين أطاش النائب البطريكي في السويد، وأحبائي وإخوتي الكهنة من كل الطوائف، لنقل لا 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 للقتل.
لا لظلم المسيحيين أصحاب البلد، لا لظلم المسيحيين. نحن نظلم كل يوم ونقتل كل يوم على حساب من؟ ونحن أصحاب الأرض بيت نهرين كلها العليا والسفلى. إني أشكركم، أشكر جميعكم الذين شاركتمونا في هذه التظاهرة، احتجاج على القتل الظالم، احتجاج على كل شيء ظالم يحدث في العراق. وأني أسأل كل الحكومات وفي ضمنها أيضا الأمم المتحدة، لقد كنتم سريعين جدا لخلق دولات ودويلات لإخوتنا المسلمين في بعض الأماكن. نناشدكم ونطلب منكم، ليس على صعيد مسيحي على الأقل، لكن حتى على الأقل على الصعيد الإنساني، أن تساعدوا هؤلاء المسيحيين. أثرى حيرة عامة، حيرة أثرى حيرة عامة، حيرة حيرة عامة، حيرة. السوداء لكميثي، السوداء لكميثي، السوداء لكميثي. أحبائي، لا يمكن أن يكون طلب وحق ومن ورائه مباطل ومن ورائه مطالب. لا يمكن أن يموت حق وراءه مطالب. إذا استمرينا في المطالبة بحقوقنا راح ناخذها، وإن شاء الله راح ناخذها، وعنا إيماننا في المسيح وفيكم وفي شعبنا بدنا ناخذ. تودي 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 سيدي. إذا بينك تابينا أوتونوميك تلبينا، إذا بينك تابينا أوتونوميك تلبينا. بارك مر سيدنا أعدستنا ودورو.